لا يمكن مقارنة أي شيء بلحظة ولادة الطفل وتكوين الأسرة. التحديات القادمة لهذه الحياة الجديدة تفتح أذهاننا إلى نتائج غير متوقعة وغير محدودة، والتي تغير حياتنا للأبد. فعلينا التأكد بأننا نفهم هذه النتائج بأفضل طريقة ممكنة لإعداد أنفسنا للسنوات القادمة. عندما يكتشف الأهل أن الطفل يعاني من حالة عجز عقلي لأول مرة، ليس هناك كلمات تعبر عن مشاعر الحزن والأحاسيس العميقة التي تصيب الوالدين. الخوف، الرفض والغضب والعجز هي من بعض طرق تجاوب الوالدين عند ظهور هذه التحديات. تطور الطفل هام جداً في السنوات الأولى، لا سيما في مثل هذه الحالات العقلية. من حسن حظنا اليوم يوجد التعليم المطلوب لمساعدتنا على تعيين البرامج المناسبة والخدمات المطلوبة، وذلك لتحسين الفرص لجيل الأسرة القادم. كل طفل له حق في أن يعيش حياة صحية ونشطة، وعلى الوالدين أن يكونوا مستعدين لتيسير تطوير طفلهم، والتدخل المبكر يفتح الطريق أمامهم للعمل المطلوب. طبعاً أنا لما نولد سارة الحمد لله طفلة صحتها كويسة، ما فيها أي إشكال الحمد لله، وخرجنا من المستشفى ومبسوطين. بعدين زوجي طلب مني إنه إحنا لازم نرجع على المستشفى بعد مدة عشان نعمل تحليل الكروموزومات. فأنا استغربت لأنه شكل الطفلة طبيعي بالنسبة لي، أنا ماني شايفة فيها أي حاجة يعني. طبعاً ألين ما طلعت النتائج كانت صدمة، لأن طفلة طبيعية، وأنا قلت لا أكيد التحليل فيه خطأ، في إشكال التحليل، يمكن عشان مدة طويلة قبل ما طلعت النتائج، يمكن لأي سبب من الأسباب، لا إحنا حنعيد التحليل. الشيء اللي خلاني يعني إني أفوق من الصدمة إنه سارة كانت ما تبتسم ابتسامة اللي هي ردة فعل، كانت دائماً يعني ابتسامة اللي هي وهي نايمة ما أعرف إيه. فكان دائماً يسألوني، فعلاً لاحظت إنه الطفلة ما بتبتسم، فقلت لا لازم أبحث عن ابتسامة سارة، ولازم الواحد يرضى بقضاء الله وقدره، ولازم يتخذ خطوات إيجابية في حياته. يعني الإنكار ما حيعمل حاجة، لا لازم الواحد يبحث عن مصلحة أولاده في أي اتجاه، والابتسامة مهمة في حياة الجميع. المقابلة الأولية مع الأسرة بتحمل معها العديد من المشاعر، الصدمة، الإنكار، الحزن، القلق. على الأخصائية فهم هذه المشاعر والتعامل معها من خلال إظهار الاهتمام والاستماع الإيجابي لمشاعرهم وأفكارهم وإعطائهم المعلومات الصحيحة، ومن ثم استمرار العلاقة من خلال الزيارات المنزلية والاجتماعات الدورية لتقديم الدعم والمساندة لهم، وتشجيعهم على الفهم والتقبل والتعايش مع وجود الطفل في الأسرة والمجتمع. التدخل المبكر هو بداية رحلة إلى عالم جديد، ومن خلال فتح قلوبنا وأذهاننا سنتمكن من تجهيز أنفسنا لرحلة ينتج عنها تقديم أطفالنا للأهل والمجتمع. يبدأ الطفل التعلم منذ لحظة ولادته، فيستقبل جميع الروائح والمناظر والأصوات التي تقدمها هذه الحياة الجميلة. لذلك فإن معرفة كل ما يمكن عن الطفل منذ البداية تساعد على توفير أنسب بيئة للتعلم الحيوي. الحركات البدنية والإدراكية والتنشيطية والسلوك المتعاقب هي عناصر رئيسية خلال السنوات الأولى من تطور الطفل. التدخل المبكر يجمع بين برنامج شامل ومدروس يستخدم أقصى إمكانيات ومهارات الطفل الذي يعاني من عجز فكري. يشترك الناس في جميع أنحاء العالم معاً لنشر المعرفة بالتدخل المبكر، لفهم كيفية تزويد الأمل والفرص الكثيرة للوالدين الجدد أينما تتواجد هذه البرامج. الأخصائيون الاجتماعيون والمتطوعون هم أساس أي برنامج تدخل مبكر، وإخلاصهم هو جزء أساسي مؤكد للأسر. إن الاعتراف بالاحتياجات الخاصة لأطفالها ومواجهتهم بالعزم والتفهم سيؤدي إلى الرضا والإنتاجية. يقدم التدخل المبكر خدمات للأسرة والطفل من خلال جلسات فردية وجماعية وورشة عمل تهدف إلى تدريب الأسرة
والعمل مع الطفل وإكسابه المهارات الاجتماعية والإدراكية والاعتماد على النفس، بالإضافة إلى الحركات الدقيقة والكبيرة، وإضافة إلى مهارات التواصل. ويكون ذلك من خلال برامج وأنشطة تدريبية وتأهيلية واجتماعية وتدريبية تقدم من خلال فريق متكامل مؤلف من الأخصائية الاجتماعية، الأخصائية النفسية، أخصائية النطق، وأخصائية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى التمريض. وللحصول إلى أفضل نتائج في البرامج وحتى تكون الأم قادرة على تدريب طفلها في جميع النواحي، نحتاج دائما للتعاون بيننا وبين الأسرة والفريق القائم بوضع خطة تأهيلية للطفل. يساعد برنامج التدخل المبكر على تعزيز مستقبل الطفل، ويؤكد للوالدين بأن هناك طريقاً لحياة صحية وحياة أفضل، بتمكينهم بالمهارات والآليات لمواجهة العوائق والتغلب على التحديات التي تصدر منذ طفولة أولادهم. ليس هناك شيء في الحياة أغلى من طفلهم، ولا حب أكبر من حب الوالدين لأطفالهم.